كان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في أي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك قرية والمدينة في مدني أو في حلفة في بورسودان وشندي كادقلي والأبيض نيالة والجنينة وعطبر الحنينة ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا 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 ليلة نحن جينا 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 غناة الشروق ترحب بكم برنامج مسرح في الهواء. الليلة حنطرح موضوع بنفتكر انه مهم جدا جدا وعايزينكم تشاركونا فيه. اذا حسيتوا في اي لحظة ممكن تخشوا معنا في التمثيلية والعمل اللي حنقدمه. مرحب بكم. إذا بعد ما التمثيلية انتهت وبعد ذلك تقول دارين تقولوا وجهة نظركم في الموضوع برضو مرحب بكم حبابكم. أخونا إبراهيم خضر كوميك وأختنا سامية عبد الله بنت العرب وأخوكم محمد المهدي الفادني والأستاذة الغديرة الممثلة الرائعة فايزة عمسير. كيف يما اصبحتي؟ اصبحت بالخير يا ولدي. تمام؟ الحمد لله الا شويه عيانه كده. والله ربنا يديك العافيه ان شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. محتاج اي حاجه عشان انا دار امرك؟ الحمد لله ما انا محتاج بس خلي لي المويه دي جنبك انا عطشت نشرب. حاضر. يا ولد بكلمه ووصيه عليك. سامح ابوك. وقول له يا انا حبوب تديك انا اي حاجه تمشي تودوها لها سريع. كتر خيرك يا ولدي ما قصرت فيني ما يقصرن ايامك ان شاء الله. ما واجب يا حجه ده واجبنا. أي والله قايم بواجبك سامح والله. الله يكرمك احنا بس دارين عفوك ودارين رضاك ودارين راحتك. عافية منك ورضيانة عليك يا ولدي. عافية منك. عافية منك. تسلمي من كل بل إن شاء الله. الله يبارك فيك يا ولدي. أها فكرت في الموضوع اللي قلت لك عشان أنا داير أسافر وبعد لي يعني أيام كثير احتمال شهر احتمال يوم ما أخذ لي شهر ونص 45 يوم عشان ناس الشغل مصرين قالوا أنا لازم أمشي البعثة دي ولازم أمشي المأمورية دي. أمشي يا ولدي. وأنا والله بصراحة ما داير أخليك وراي تتعذبي وما تلقى لك حتة تقعدي فيها ولا أولاد ديل أنا ما واثق فيهم. عاد نصب فيها ولدي. فكرتي تشوفي ولدك ولا بنتك؟ والله بنتي دي ما ياها بنتي وجناية ما بتقصر فيني بحاجة. نعم. لكن يا ولدي كان جيت من نصيحة راجي لك كعب. كعب كعوبيتا. راجي لك كعب؟ كعب بس شفته يعني كان وانا جولة حساسة من اجي داخل البيت. شي قنتي. وشي حضران. وشي كدي شنو كدي شان كدي ما برضه امشي اقعد معاها يومين وثلاثة. ممكن امشي اقعد معاها يوم كده ساعات واجي راجعه ما باباها لكن وهي ما بتابعني الا راجله كعب 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 راجله يا امه راجله السواد والرمال. لا ويحمل لك عديل يا امه يحمل لك انت؟ اي والله يحمل لي عديل راجله كعب ما بدور الناس. هل بودينا ولا دي شنو انا غني بتلطش عنده هناك ما بقدر. نحن بنعرف انه البيت دائما بتكون هي مع امها وكذا. بالحيل. ما زي الولد. ما بيعرف. كان بتريحك اكثر. بتريحني لكن راجله كعب كعب جنب راجله ما بدوري. ما بدوري كله كله. ربنا يسامحه. ربنا يسامحه. كان امه ما بسوي كذي. بس وما الا عشان ما امه عشان انت ما امه. بالحيل وما بدور اخرب بيت بيتي. امي ساكت كده عشان نبقى في مشاكل ثاني وحاجات زي مشاكل ثاني ومشاكل ثاني تخرب البيوت. ما بدو ما بتخرب البيوت انت حاشاك والله. سامح ولدك رايك في شنو؟ ولدك الثاني اللي اسمه ابراهيم ده. ابراهيم ده والله الله يديه العافيه ويطول عمره والله ما مقصر مني رغم مشاغله وحاله يعني في عيشه وليدات وكل. لكن مرت وريته يا يما مرت السواد حتى هي والرماد. المرأة كعبتا كعوبيتا كمامش الموية دي تج
تتجه لي الصينية اللي تلغد تهز تتجه لي الشاهي والقهوة بتديني لي مسيخة ولدي تجيب لي شنو؟ قال التمر أشرب الشاهي والقهوة. أنا عندي شنو شنو للتمر التمر ده أنا عندي شنو ولدي عندي شنو للتمر ولدي كعبة. والله يا غايتة يا يما ربنا يسامحها بس غايتة أيوة تشيل في الولادات وتخبط وتضرب لوت 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 تنفشى تنفشى في الاولاد تنفشى ما بتدورني كله كله لكن ابراهيم ريت ابراهيم السرور ولدي ما مقصر مني بحاجه والله هو كان والله حق الزول يكلم هو كان عارفها لا 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 يتعامل كده والله دقيقه ما تقعد معاه لا يا ولدي انا ما بدور خراب على البيوت اخرب بيت ولدي واخرب بيت بنتي لحاشا لحاشا ولدي اوعى يكون بتخوفه اظنها بتخوفه ما بعرف عاد كان بيني ما بينهم هم براونا الاثنين ما بعرف اظنها بتخاف مني الا قدامي كده ما في لكن مره تنجينا بوكعبه لا حول ولا قوه الا بالله كل حاجة نهيري ونهيري أنا لا بتحمل ليك زي والله ريتو كان حملته تجي لي الحاجة تب الأكل الفتون الموية دي قلت دايرة موية 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 أنبح أنبح بعد مسافة والله سمع أضاني دي تفتح الماسورة كده ده تجيب لي الموية من الماسورة تجيب لك الموية الحارة؟ أي والله الموية دي حقتها هي؟ ما حقت ولدك أنت؟ حقت ولدي وتلج ولدي وثلاجة ولدي الكهرباء والموية والبيت كله كله والله ده حق ولدي لكن يا كافر بلد حاجة المحن مرة كعبة مرة جنبة ولا ما بدور أخرب بيت ولد إبراهيم عليك النبي شوف العزة العزة اللي جات المرة دي أها العزة كله تا 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 براها بس خلاها براها بس براها بتضايق من نضيق شديد خلاص والله يا يما أي والله يا يما أسمع الحليفة دي أنا كان عندي قروش أي زي قروش إبراهيم ولدك إن شاء الله ربنا يزيده مع أخوي إن شاء الله ربنا يزيد والله ما قاعد يكسر معايا ربنا يزيد لكن والله أنا كان عندي قروش زيه والله أول حاجة أوديك الحج ما قصرت وثم ثانيا أوديك الدكتور الغالي حق يدفع القروش الغالي عشان عاجلك علاج تمام كتر خيرك وكان عندك كلام يا ولدي كتر خيرك ما قصرت عندك سكري أنت يا يما أحمد الله ما عندك ما عندي سكري ولا عندي دغيت ولا عندي أي حاجة وطيب المرة دي وكنت انت ما عندك سكري تعطيك الشاي مسيخ اي يعني والله مسيخ كني كيتن عليك دي ده تقول لي سكر ما في والسكر راقد في فضل البيت تجيب لي التمر وتقول لي هاكوك لي انا وين السنون اللي باكل بها التمر يا ولدي عندي سنون للتمر انا ما عندي سنون للتمر والله عدم الذوق والله عدم الذوق ده بس قسموه شالته هي كلها اي والله اي والله يا ولدي ما بدور اخرب انا البيوت ماني ما خربت بيوت اولادي بنتك عرفناها ده حق راجلها انت حساسه لكن ولدك ده المفروض ده مو عارف مو عارف شيء كان عارف ما بخليها وانا ما بدور اكلم واخرب البيت هسه انا سمرتي تقول لك تحمل لك ولا تسمعك لا كلام لا ولا حاجه لا لا ولا ان شاء الله اتفضلي اتفضلي هذا ده انا ما بدور خراب البيوت ده انا ماني دايره يا ولدي لا هو ما داير وزول ما داير امي انا يدورني انا ما عليك يا ولدي سايرين النسوان صيدين بقن كده ده ما بدور انا النسابه طوالي مع النسابه هن في شكل خلاص زي ما انت غايته بدي تفكري لحد ما انا امشي وجهي هذا الله يديم ولا برا وديك وديك الله ضل بغادي احسن لك بتريحك شويه خلاص خلاص قوم راح اقوم راح كاكا راح احاول راح كاكا راح كاكا بارك الله فيك يا ولدي وجزاك الف خير راح كاكا يا غادي راح كاكا الجماعة ما وصلوا لحد الآن أنا أفتكر يا سيد يا غالي أنا جماعتكم هنا ليه؟ وين البقية؟ يا ناس صلاح أنا وجهت الدعوة لكمية من الناس ومن المفترض يعني تعالي انت هنا بجاي تعال أقول لكم حاجة فكرة وجود دار للمسنين فكرة هي جد يعني مخيفة ومرعبة وفي نفس الوقت مهمة جدا يعني أنا بقول إنه أي مسن من المفترض إنه طالما هو أعطى وطالما إنه هو قام بواجبه كاملا وقدر استطاع إنه يبني بيت ويسكن أسرة ويقعدوا فيها الأسرة ويتربوا أحسن تربية ويتعلموا أحسن تعليم لابد أن يراعى لابد أن يراعى لأنه هو عماد الأسرة عماد الأسرة وقف من أجلها طيلة هذه الفترة ومن هذا المنبر نحن لازم نقيف وننشر كل اللي بيحصل للمسنين
نشوف حالهم كيف. انت شفت حالهم في المصحة؟ حالهم يرسل مشاكل، مشاكل كثيرة جدا ومشاكل محزنة جدا. نحن يا اخواننا لازم نقيف جنبهم جنبا لجنب، لازم ما نزح منهم، اي شيء محتاجين له نقيف معاهم. اوكي، بعدك انا تحديدا واقف قدامكم وما بيجيكم اي عوية طالما انه انا واقف قدامكم. والمسن لابد من ان يلقى حقه ويلقى حقه كاملا، لانه جد جد مظلوم. نحن لازم نقيف معاه ونقيف معاه بشدة ونقيف معاه بحماس. ايوه، المسن محتاج لنا في الفترة دي، محتاج لنا اننا نراعيه. ايوه، فاشكركم جدا واشكر حضوركم، حضوركم الانيق الذي شرفنا. ونحن عندنا اجتماع ثاني يوم الاربعاء ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله حنجيكم، حنجتمع بنفس الحته دي وفي نفس الزمن ده، تجونا وانتم في راسكم مستعدين للمساعده. سامعين ولا ما سامعين؟ تمام تمام. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم كثير، شكرا شكرا. واتمنى من انه اي زول نفسه داير انه تشترك معانا مرحب بيو، اهلا بيو، والله احنا مستعدين تماما، لازم احنا نقيف مع المسن. المثقف اللي بتتكلم مع الناس وتوعي في الناس، امك وين؟ اخوك مسافر، امك ما عارفه تقعد وين؟ تتكلم انت عن العجزة والمسنين؟ انت بتعرف شنو العجزة والمسنين؟ طيب ما تقعد معاك انت؟ تقعد معايا انا؟ هاي؟ انا خلاص بقاعدة معاي، انا الراجل خلاص خليته، جبت شنطتي وداير اقعد معاك انت ومعاي امي انت المقتدر بالله. انت... عشان تجيني مطلقة؟ عشان تجيني مطلقة؟ والله يا الفضل انت عارف انا داير اطلق عشان شنو؟ عشان شنو؟ انا داير اطلق عشان امي، امي ربتنا، امي تعبد عشاننا. ايوه انت عارف امي دي؟ ايوه انت قولي. عارف ابوك مات متين؟ انت ما عارف ابوك لما مات كان عمرك سنة وانا عمري 3 سنة. أيوة. ومحمد عمره 5 سنة. امي جوا الرجال دي كلهم ابتهم، قالت انا بربي اولادي، انا ما بخلي اولادي. يعني هسه يا سامي خططك دي ما واضحه جدا، يعني دار تطلق الراجل عشان يطردك من البيت عشان تيجي تسكني معانا في البيت الكبير، صح الكلام ده ولا ما صح؟ انا ما مستعد، ما مستعد اقبلكم انتوا في بيتنا الكبير صراحه، وخططك دي ومفاهيمك دي امشي اعمليها في حتات ثانيه بتاعت اقول لك حاجه، قولي لي. انا مع امي لو في الشارع، في الشارع انا بقعد مع امي، انا ما بخلي امي، امي مره كبيره ومحتاجه لي انا بنتها. تعالي عليك الله، تعالي. كان عندكم كبيره بتجدعيها عشان راجل؟ ما عشان الراجل، الوالد اجينا تحت اقدام الامهات والام فوق كل شيء، اهم حاجه امي. وبرضو انا بسمع كلام زوجي. بسمع كلام زوجي؟ نعم اسمع كلام. كان قال لك ما داير امك؟ لا انا ما دايره دربيشنو. شفتها؟ شفتها؟ مية مرة كلمت قلت لك ما تدخل الناس الغرباء في مشاكلنا الخاصة، ما تدخل الناس الغرباء في مشاكلنا الخاصة، مالك بتدخل الناس؟ امشي هذا عليك. اجيك جيتك ليه؟ ليه شنو؟ ليه ما اقف مع امي وصاد امي؟ يا بنت الناس، لازم يا بنت الناس. نعم. ابتسام مرتي ما بتدورة، ابتسام مرتي ما بتدورة. ما بتدورة؟ اي ما بتدور امي، انا بدور. كيف؟ ما مرتي وما اولادي. تعالي تعالي كلمي خلاص، تعالي. ابتسام ما بتدور، ابتسام ما بتدور يا اخوانا، كلمتكم وقلت لكم ابتسام ما بتدور. انا داير اقول لك ابتسام ما بتدور. ابتسام شنو؟ ابتسام ما مره تجيب 10 نسوان زيها، ابتسام يجيب 10 نسوان زيها. والاولاد ديل اللي بيربيهم منو؟ ها؟ الاولاد اللي بيربيهم منو؟ وامك، امك توديها دار العجزه؟ نوديها دار العجزه ولا نعمل لها شنو يعني امك؟ يعني شنو فيها؟ شنو كان وديتها دار العجزه؟ والله علي وفضيحتي وفضيحتي وفضيحتي. مالك انت حسيت تعملي؟ طيب دار العجزه دي عملوها لي شنو؟ ما عملوها لي لا 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 عملوها للناس اللي ما عندهم اولاد، عملوها للناس اللي ما عندهم اهل، لكن احنا قاعدين ثلاثه امنا نوديها دار العجزه؟
يا ثانية تاني أنا أجر، تاني أنا أجر، تاني أجيب أجي أدفع حق الإيجار، أمشي أشوف لي شقة ولا أشوف لي مصيبة زمان عشان أجر أجر لي بيت بمبلغ وقدره وكلها مرتبين كم مو؟ ما هذا ما حي في الأولاد ما حي. حلين يا إبراهيم يا تمسكني أنا وأولادي وأمي كويس؟ يا شوف لك صرفة معابرتك دي. ما تخطيني في حتة ضيقة. أخطك. ما تخطيني في حتة ضيقة. بخطك يا إبراهيم. أمسكيها أنت. عني. أنا بمسكها. أجر لي بيت. يلا خلاص. أجر لي بيت. ما بأجر لك بيت. أنا ما بأجر لك بيت. نتساوم نتساوم نتفق نتفق. أنا كل شهر بجي بديك 200 جنيه. قصرت معاك؟ 200 200 200 دي لبن. لبن ما بتسقوا أمي يا جماعة. 200 بتعمل شنو يا جماعة؟ 200 بتعمل حاجة؟ قدرت اخش انت خلاص زدت عليك 25 ثاني قصرت معاك لا 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 زدت عليك 25 لا يا ابني عليك الله على المره دي على المره دي عليك الله زدت عليها 225 225 قالت لا ها شنو ها يا زول هاي انا ابغى اسيب لها البيت الكبير تعال تعال هنا اقسم لها البيت الكبير شنو تعال هنا ها؟ اقسم البيت الكبير النص. هي امها في نص. واقعد انت في نص. ايوه. اهي. ده الكلام. محل. ايوه. انت ما انت الله. ما انت ما مقتنع تأجر صح؟ ما مقتنع تأجر. اقسم البيت هي امها تقعد في نص انت تقعد في نص. البيت 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 اقسمه النص. ما نص البيت الثاني ده انا دار اجره دار اجره. انت دار الديون. انا الديون حق الايجار. الديون حق الايجار. حق الايجار لشنو؟ الديون حق الايجار العشوائي. يا زول هو انت انت 200 جنيه بتسوي لهم شنو؟ بعدين انت تدخلك فيه. كلامه صح. كلام منو صح؟ كلام تعال 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 تعال. اطلق المرة انا؟ هاي طلقها. اولادي؟ اوه منو؟ الله عقاد بيديك لهم عقاد بيديني لهم اولادكم ما بتربيهم اقعدون وين اقعدون ايوه ربيهم انا امي بقت مره كبيره يا اخي بقت مره كبيره تعال يا ابراهيم تعال تعال يا ابراهيم تعال ابراهيم ابراهيم شنو؟ مستطيع مستطيع ادفع لها 225 مستطيع لاولادي 25 ما بتعمل لها حاجه قال لك 225 ضرب لي ضرب لي ضرب لي طيب عمل لك حاجه ضرب لي ضرب لي 25 هزار ما بتجيبوا لها شفت الكلام اللحمه بكم ها تقول لها 225 ها ما زدنا لها بقت 200 ده تأجر نص البيت 250 250 200 حقها هي ومن حقوقها انت من حقها هي من حقها هي كلك وشك كثير من حقها ما من حقها ولا اي حاجه ما من حقها ما من حقها من حقها كيف ما حقها تأجره ما ممكن يا اخي ممكن انت خليك زول عندك انسانيه وانت دخلك شنو؟ زول بتفهم انت دخلك زول قدر قدر يعني تحترم امك وتحترم اختك كلام زي ده ما بيجي ما بيجي تعال يا اخوي تعال تعال داير اقول لك كلام امشي جوا وامشي سوا تعال داير اقول لك كلام هاي الزول ده قال بديني 225 ال 225 دي بتعمل شنو؟ ما بتعمل لك اي شيء مسؤول من امه ولا ما مسؤول منها؟ مسؤول من امه مسؤول منها مسؤول من امه صح ولا ما صح؟ مسؤول من امه كلمه وعيه الراجل ده هاي انت مسؤول من امك عين تصرف على امك انا الصالون ده الصالون ده ما عنده اي علاقه بالبيت الصالون ما عنده الصالون ما عنده علاقه بالبيت الصالون ده ما عنده علاقه بالبيت تقسم البيت في اجتماعاتي بس تقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت ما بقسم البيت ده حقها حقها شنو حقها تديها حقها ما بديها تديها حقها ده بيت لو دي امي وده انا حرضيها اقول لك حاجه هاي اقول لك حاجه والله يا ابراهيم والله يا ابراهيم ما تعمل اللي بقول لك عليه اسوق امي وامشي المحكمه انت بتتحلف علي كده ليه؟ اي اسوق بتحلف علي كده ليه؟ بتحلف عليك قال يا دي ما يعني عشان اكبر مني؟ أي. قال يا دي ما اتصلت؟ اصل والله يا دي اتصلت مدة والله يا دي اتصلت الراجل مدة احسن لك يا ساميه ما احسن لك احسن لك ما احسن لك تمشي تمسك امك وتقعدي في بيتك اقعد في ولا امشي اتطلقي ماشي اتطلق امشي امشي اتطلقي ماشي اتطلق امشي اتطلقي ماشي اتطلق امشي اتطلقي اسمع اسمع هلا ما تعرفش تطلق ولا اسمعك كله كله ما بعرف اسمع ها تطلق ليه انت ما تطلق هي امشي تطلق انت ما تطلق انت لما تطلق مرتك كده تطلق ليه انا اولادي صغار لسه اذا هذا اولاد صغار اولاد كبار شويه اولاد صغار اولاد كبار شويه اولاد صغار اذا هذا اولاد صغار اذا هذا اولاد صغار هي حلال عليها الطلاق وحرام عليك انت يا زول دار العجزه بس دار العجزه دار العجزه انا ودي الحاجه دار العجزه انا سايقاك مرتك يا اخوي ها سايقاك مرتك امي يمين بدا مش يمين مش ما كويس ده ما كلام اتكلم كويس اذا كانت تضرب امك وتضرب اختك وقلبك تمسك امك ما سايقاك مرتك قال لك اقع البحر بتقع خلاص وطي صوتك وطي صوتي ليه دي مع الحقيقه ايه اللي سايقاك مرتك وسايقاك اقسم لهم البيت بيت الناس دي قالوا لك ادفع لهم مليون في الشهر بيت سؤالك اكثر من كده ثاني انا لو الحاجه دي كبرت
وديها يا اخي وديها خلاص البلد. وديها البلد؟ اي البلد هناك ما عندها زول. ما عندها جميع الحبوبات، عندها البنات، عندها الشفان، عندها خرفان. اي تمشي هناك البلد. لو ما عندها اهل في البلد تعمل شنو؟ لو ما عندها هذا الاولاد هذا اقرب حاجه. اولادها ولدين دين اولادها. ما انت شايف الولد كيف؟ والله انا لو في محله ما اطلق انا ومرتي، يطلقوا المرأة هذيك بنت وهذا راجل. اي يطلق وهذا وساطه يطلق. ايوه هاي كلام صح. يعني انت شايف انه يا يودوها البلد يا هو يطلق المرأة. ما هذيك بنت يا اخي. ذيك بنت ما بتقدر. المرأة كيف يعني؟ يطلق المرأة ذيك بنت. ها؟ ذيك بنت يعني تمشي انت. انا اطلق مرتي واجدع اولادي. ها؟ اي عشان اقعد معي امي؟ ايوه. انت يا اخي المره ما يطلقها، يعدل بيناتهم الاثنين لانها هذه مره كبيره. نعم. في الاول والاخر تقول ليك انت. ما امه؟ هاي امه. نعم. ويوديها وين ثاني كم بقت كبيره؟ نعم. هاي يجدع الشارع؟ نعم. هاي يحل بيناتهم الاثنين، يعدل بيناتهم الاثنين. تقول لا المره دي ذاتها النابيه اللوم دي هي بعد شويه حتكبر اولادها. أيوة. لو عملوا فيها كده هي تطلع. ايوه اي وكان ما عدل بيناتهم ما في فايده. حياته زاد من اي فايده. صح. دار المسنين دي جديده على المعلم، معلش الزول ما عنده اهل. نعم. ممكن يودوه دار المسنين، لكن نعم. زول عنده اولاد، والله انا بعتبره الولد ابن عاق. نعم. اعتبره ابن عاق. الحاجه الثانيه اذا الزوجه ما احترمت امي دي اسوي بها شنو؟ نعم. الحاجه يعني الليله انت الزوجه ممكن تجيب غيرها. نعم. لكن امك دي حتجيب غيرها؟ لا. فيعني ده 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 ده, ده, ده العيب الكبير يعني. نعم. احنا المفروض يعني الوالدين ديل يا اخي ارجلنا تحت اقدامهم. نعم. والناس زي ربونا وبقونا الرجال في الاخر نجي نتذكر لهم. يعني دي عيب في حقنا والله عيب. بتفتكر انه في المجتمع هسه في حاجات زي دي بدات تحصل؟ والله دي حاجات دخيله، هي في حاجات دخيله. وللاسف الشديد انه في بعض الناس المال بيعميهم. يعني الواحد جاته قروش وهناي خلاص عمته. نسى امه ونسى انه دي ربته ودي هي اللي بقته راجل وبقته وصلته لمسوه بالشكل ده. ودي الحاجه المؤسفه يعني، مؤسفه حقا يعني. في الفتره الاخيره بدأ ينتشر فكر انه دار للمسنين وبيته للعجزة وكذا. طبعا انا اؤيد الفكرة، لكن ينبغي يكون هذا البيت هنا في القلب. لماذا؟ لان هذه المسنة وهذا المسن هما ابي واباك. امي وامك. وهما لطالما ربيا حتى كبرنا وسهر الليالي في سبيل ان نصير الرجال. وهذا الكلام صار دخيل على علينا نحن ابناء السودان. نعم. يعني لو زول اولاده وبناته، اقصد يعني الام بناته واولاده حيين، برضه يودوها دار العجزه ولا احسن تقعد معاهم؟ دار العجزه ينبغي ان تكون في القلب. تفهم؟ يعني خطهم في قلبه. في القلب. نعم. انا ليست مع فكره ان يكون هناك دار العجزه والمسنين. نعم. هذا الكلام صراحه فارق. نعم. وهو من العقوق. نعم. جيد؟ لا وفي نظري ما بودي زول يعني ما الزول بودي امه وابوه الدار دي المسنين. الا يكون صراحه هو انسان منتكس الفطره. نعم. نعم. جيد. لانه يعني الفيدباك او التغذيه الراجعه يعني هم قدموا خليك من عواطف انه ام وابو. يا اخي انت رد الجميل. نعم. جيد. يعني نعم. ابسط شيء انه ما يمرقوا من البيت. نعم. يا نعم. اها يا ما قلت لك شنو؟ قلت لك لا لا يا ولدي. هاي لكن حاجة الزراعة دي انا ما فترنا منها. لا لا. نمشي نشوف لنا شغلة ثانية. لا لا ما في شغلة تنسمح غير الزراعة ولدي. والله كان سمعت كلامي؟ أول حاجة الحواشة دي نبيعها. لا 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 لا. أنا قلت ما بتجيب حاجة. لا لا أنا ما بهديك، منو قال لك الحواشة ما بتجيبها ولدي؟ حاط اسم الله. أنا ما فكرتها. تصور ما عندك. أنا ما عندي خطة، أنا كديت أسمعي خطتي. أها. أسمعي خطتي. كان عجبتك خلاص، كان ما عجبتك أيوة ما يدعى البحر. شنو؟ نزرع وما في قروش عشان نتعالج بها. عليك الله دي شغلة شنو دي؟ قال لك من يا ولدي ما في قروش، الزراعة سمح الواطح ذهب ذهب الواطح ما تفكها مني. ده كان زمان. هسي برضه فيه الصبر، هسي تزرع يا ياما القمح الفي، العدسية الفي، ما بتزرع اسمها والله الفول ده بقى ما بقول البصل الفي، الفول الفي، ده كله ما الواطن انا ما بهدد عليها، ما بهدد عليها ولا انت كده. انت ما كده شوف انت كده يوم ما تفكري شوية فانت ما تستعجلي ساي. لا حاشا ما انت ما والله انت ما عاطفية خلاص كده ما تستعجلي. انا مع الواطن دي بس كده صبري. الواطن دي ما تستعجلي. انا نسلم لنا مطعم. احنا الحواشي دي كان بعناها. بس بيعها. الناس ما بجيب لنا حاجة. لا 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 لا
يجيب لنا قريشات بسيطه يعني. نمشي العاصمه داير المدينه. انا مش المدينه الناس الفاتوا من الريف كله وخلوا اطاطهم وخلوا زراعاتهم جو المدينه كلها اخواننا كلها. المدينه فوق شنو؟ المدينه فوق لكن ما بها هذه كان على البيع والواقع ما بها الحكومة عليها. كلها تجد كيف لك صف كلها الحكومة تجد كيف لك صف تدي جيب 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 جباية برضو بتدبيس لحاشة لحاشة أنا ما لا أنا أشتغل ساي يعني أشتغل في الهواء ساي يا إما لا ما لوش أشتغل في الهواء ساي قدرت بتمرق لك الربع بالحكومة الباقي عندك الحكومة بالشيء كله وقت كيلو هسه السنة اللي فاتت ما شالته كله ما بدي ليها انا على شكل الحكومه انا بقدر عليه الحكومه كمان اقول لها لا حقه لكن ما زرع بك ما بتجيب كثير بتجيب حبه كذا تفكر يا لا لا انا ما تعصلي على الله علي بيع الواطا ابدا الواطا ما بهدر علي بيع ولا هون دغن معك كيف ما بعرف زرع بك ما فيها قروش اصلي ما بهدر كلام صح شنو زرع ما فيها قروش لا حاشا هذا زرع ما فيها قروش ذهب هاي مش ذهب انا بقدر امشي ذهب لا حاجة ذهب في الزراعة دي تزرع زي ما داير في المحاصيل وصم لي يا يابا مخدرك البيجي كله يعرف يشيل وكيلو يفوت ما لك يا يابا زراعة دي ها عاصمة في فوق زراعة دي في فيها العاصمة عاصمة فوق شنو شين فيها ده حاجة ما يبيع الباطة يبيع الباطة دي شنو ها هسي انت هل لقيت العاصمة لقيت شنو لقيت شنو حرام لا بس لا الدوالي بكتلوه ما في حاجه في مهنه ما تبيع بطاطاك انا ما لا حرض الله ازعق الزلمه قالوا كان قعد له في حته والرزق ما جاو امشي فك شوف حته ثانيه قالوا فيها رزق لا ما تبيع بطاطاك ما تبيع بطاطاك ابدا صح ولا ما صح هي بالحيل هي بالحيل الواطه ما تبيع ابدا ولا بهديك طيب نحلها كيف نحلها لنا عبقريه نحلها لنا انت يا يمه حليها تزرع البصل تزرع العيش تزرع الدخن تزرع الكبكبي تزرع العدسيه البصل انا ما بتزرع فلاوي سامح انا معاك بس على السنه دي كلها نزرعين كلها وانت تكوني قاعده واقفه علي وتشوفي بعينك كم ما جاب شيء كم ما جاب شيء كم سوى البصل في العاصمه اللي بتقول تقعد فوق البصل دي كم المليون كم بصل دي كم يعني سؤال انا بلين في حاجه ب 1000 انا بلين في حاجه لا والله انا ناس السما ذيك شو اللي حقه لحاكه ما بعرف ناس المحليه شو اللي حقه ما بعرف ناس السما ذيك شو اللي حقه لا والله ولا بلين في حاجه لا والله والله لا انا بلين في حاجه انا حكيت ما بهديك طب ما بهديك فكر كذا ما بعرف ايش ساي ينسى الهناي ده وجعت لي راسي يا ولدي بالحيل خلاص اقول لي كلام اقول لي كلام وجعت لي راسي عندي حل ثاني عندي حل ثاني الوطن خليها انا ده في رقبتي في ريحتي دي انا مرقنا امشي عشان زي شغله ثانيه تمي شوي انت خلي الوطن خلاها في محلها وديت خلي في محلها تطلب شوي وتطلب بلدك وين تمشي بتعيشي بهاي قاعده معاك بعيش انا هنا انت ماشي وين اشوف لي شغله ثانيه شغله وين في حته عرض الله نعم عرض الله واقع اللي وريني كده ماشي وين بس وريني كده نصل المدينه وبعدها يا ياب المدينه في ايام المدينه يا ياب في المدينه ابو علي من المدينه المدينه ما تمت كده ها 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 وفوق شو المدينة فيها والله ما فوق حاجة غير اللي رام الكثير الناس اللي دخلوا فيها السرقات والضرب والقتل والموت ما نعرف المدينة فيها شيء أنا ما أعلم لا في خدمة لا في مخدة في المدينة كل اللي الباب داق باب عليه وقعدوا هذا فكر كويس أنا تلقى الغفير تلقى الكليب هذيك اللي خلينا من المدينة والله يا يوم لكن والله يا يوم الكلمة والله العظيم ما كان فوق غفير تلقى الكليب ولا اللي بعصروا ذاك جلس يضرب ولا بدوك ولا بياخذوا خبرك المدة ما في جلس معك الجنازه مدينه شنو جاي تمشي ليها لحاشا والله بينك وبينك بلدنا سمحه بلدنا سمحه مجبورين نسوي شنو والله بلدنا سمحه يا يارب زمان البلد دي الزراعه صح ما نحن كنا بنزرع اي هسه الزراعه ما كعبه ما كعبه تب المشاريع والمويه يا اما ملك ليك الترع والكنارات ما لك يا ولدي تجي تطلب تشري في المدينه لحاشا اقعد قبلك في بيتك هناك في ريفك ده وزع زراعتك والله كريم الله كريم نعم بالخير والله ونعم بالله كريم خلاص انت اديني فرصه خلينا انا اجرب حظي لا بطاطي قاعده حظك والله يا ولد زي المشو قايل تجيني راجع لا
تمشي وتجي تراجع يا كم محمد المهدي ذاتك ما فوق عليك حاجه زلال. خلاص انا جرب قالوا كل زول جرب حصه مع الاهلي خلاص انت تدري فرصه اني اجرب تجرب شنو ولا تخلي وطاطك ذهب تمشي تقول لي جرب تجرب شنو خلاص انا ماشي وجاي ما داير حاجه قبل ما امشي والله ماني داير ليش الا كدي فنجان قهوه كدي بدور اشرب لي فنجان قهوه قول الكلام احنا نشرب في البرنده هنا راح كاخ نشرب في البرنده راح كاخ بسم الله يعني قهوه نشرب في البرنده راح كاخ الله كي بدء حصاد 4 ملايين فدان في سنار 4 ملايين فدان في سنار من السمسم والعيش والمحاصيل الثانيه والمطر شغال شو الشفقة شنو؟ الشفقة شنو؟ لاحقين السوق يعني؟ لاحقين السوق؟ أنا ما بعمل كذي أصلاً ما بعمل كذي الأربع ملايين فدان ذال أنا ما فيهم ما عندي فيهم ولا فدان هاي وبزرع والله كان فوق راس البيت ده أزرع هاي عاد اعمل شنو عاد؟ اعمل شنو وريني؟ اعمل شنو؟ تزرع شنو؟ الزراعة سوت لك شنو؟ الزراعة؟ خلتك زي الرجال ما يدك فاضية بس بتعرف تشيل الجرايد ديل بتشيل شنو غير الجرايد؟ بتجيب شنو يا يابا؟ بتجي داخل في البيت شايل شنو؟ والله ما اخليها مش الزراعة دي ما بخليها ما تخليها هاي ما بخليها ما تخليها انا ما مشيت يا اخي انا دردرت دردرة مبالغ فيها يا اخي انا قاعد لي في اسطوب يا اخي مرة يولع ومرة يطفي يا اخي انا ذاتي ما عارف ابيع لمنو يا اخي ما خليت عدة ما بعتها لعب اطفال ما بعتها يا اخي حنابيك يا اخي شايل لي طيارة وحايم فوق وانا كبير بشبتيف يا اخي تمشي تقول لي يا اخي ما تزرع يا اخي ما ازرع كيف يا اخي الاختراب ده الاختراب العيفون الناس ديل كلهم وبنوا يا يما البيوت السمحات بنوا العمارات يا يما وسكنوا النسوان في المكيفات مسكني في جحورنا مسكني في جحور اسمع يا راجل الحواشه دي تبيع وتشتري عقد بتاع عمل ان شاء الله باي ثمن وتمشي تخترب زيك وزي الرجال وتخلينا نعيش زينا وزي النسوان امشي وجهي زي حميده ها حميده حتى له 3 شهور كشوه جا لغته مغيره كله اهلا بيك يا حميد اهلا بيك يا حميد وانت باع الحواشه وخلى لهم الكار ويسترزقوا به لما جاء قال له وين الجواد قال له الحصان ما مات قال له اي كترى بل الحصان مات يعني ابقى انا كده زي حميده اسمع يا محمد أها. ما تجيب لي القصص الميته القصص الميته كده ما تجيب لي الناس المشوا ساكت ديل مشوا ساكت بدون عقد بتاع عمل تمشي انت بعقد بتاع عمل موثق رسمي وشعبي تمشي تشتغل انت تعالى تجيب القروش وقت عرسيني انا لا عرسيني مهندس ولا مزارع الزراعه بقى ما فيها حاجه يا اخوي زمان الزراعه كانت بتجيب زمان الزراعه ماليه يدينا ماليه مخازننا لكن هسي الزراعه فيها شنو؟ ما في اي حاجه نحمد الله لحد الان ما جوعنا الحمد لله مخزننا مليان بالعيش ما بنمشي نفتش برا انت السنه اللي فاتت جبت كم شوال بتاعت قمح السنه اللي فاتت جبت 45 شوال قمح شالوا منك كم شوال؟ شالوا 137 فضل لك شنو يا اخوي؟ الفضل يمين بالله يقول راسة ما شبعنا فيه الفضل من القمح بتاعنا معقولة يا جماعة لا من ناحية أنا بجيب حصاد بجيبه لكن يشيلوه ولا ما يشيلوه دي علمه عنده علمه عند الله خلاص يا أخوي الزراعة دي ما دايرينها امشي تاني الزراعة دي ما دايرينها دايرينك تاخذ ودايرين نمشي الخرطوم يا زول زي الناس نمشي نقعد في الخرطوم أيوة يعني يعني راس ما نختتة يعني تختيتك ده ماشي الخرطوم وجيب لنا عيش
وجيب لنا سردين وجيب لنا ايس كريم ونماله وجيب لنا كذي ونماله اها 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 وانا المسكين حفيان اجارف الاسطوبات هاك عليك الله هاك هاك اشتري 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 ادع القروش القروش ادع 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 فات بالقروش انا اقنب لك هذي اقنب لك هذي بنت الناس داير اقول لك حاجه قولي لي طوالي هسه اولادك ديل كبروا اها وماشيين الجامعات امشي انا اقعدهم مع فلان ومع علان ولا قاعدوا في الداخليات الكاتلهم بالجوع هي نحن نعمل لنا بيت في الخرطوم ونقري اولادنا زينا وزي الناس انت تمشي السعوديه وترسل لي الريالات وفك الريالات اسكت بس افك الريالات اي وما ازرع اخلي الزراعه كله الزراعه تطير وتطير ايش هذا بلا زرعه بلا كلام فاضي زراعه شنو عليك الله هسي طيب عليك الله بنت عمي يعني لو نحن كلنا سيبنا الزراعه دي تاني الناس دي بتاكل وبتشرب من وين؟ مالنا مالنا الناس يعني اخترب؟ ياكلوا الرغيف في الخرطوم ده الرغيف راقد هاي الرغيف ده اللي بيزرعوا منه والقمح ده اللي بيجيبوا منه ما بنجيبه نحن ده بيجيبوه من برا بيستوردوا المستورد يا اخويا السيقه والبيقه والهيقه يا حلالك انت استوردوه؟ هاي يا حلالك انت يا نايمه على حيلك اها استوردوه؟ اها هو اذا ما فكروا هاي استوردوه وين؟ ها؟ ما يستوردوا ما في استوراد ثاني مالو ما في ها مالو ما في ما الاستوراد ده ما بيقروش هايته ما انا ما بعرف حاجه في ما في انا الزراعه دي كتنتها وما بدوره قطعت انا كل يوم لاحقاك شايله لك لكن من لاحقاك لي انت واولادك واجي القاكم شغالين وانا تعبانه جاريه وراكم وما في اي فايده والله ما في غيره والله ما في غيره البترول زاده ما عارفين زاده مشى البترول ده انا دايما بشيل في محلات يلا كان في البترول بيجينا الاسترليني قلت لك يا ابراهيم الدقيقه الاسترليني وبتجينا الدقيقه الفيني اها بترول ما في البترول ده وين انت قايله؟ اها البترول ما في السعوديه يبق بق 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 بترول هنا؟ والله اقول لك حاجه البترول فيها رقم دي بيفوق هذا بيفوق بيفوق ما شفته ما شفته الزراعه دي الزراعة؟ هاي ما تجيب لي خبرة ما تجيب لي خبرة مكتناها مكتناها ما بدورة الزراعة دي ما بدورة ما تجيب لي طاري هالزراعة دي مطري عندنا طين وريبة صناعي عندنا طين أنا أخلي العز ده كله وأمشي أنا أشتغل لي حاجة ما معروفة هناك ذات شنو؟ والله أقول لك حاجة هاي أقول لك حاجة يا إبراهيم هاي بحت الواطة دي وسافرت بحتها ما بحتها أنا أسوق أولادي ووديهن الخرطوم البش لك كرتونه يبيع البيبيع منادي الورق وانا ابيع الدار دمه في المدارس وفي الجامعات لكن في الحله دي تاني ما بقعد لك يا ابراهيم الحله دي انا ما بقعد فيها تاني. خلاص نتفق نخلي والله كلامك صح هسه انا ماشي خلاص ايوه هاي انا بخارج يا اخي ايوه محمد هاي ماشي يا اخوي الزراعه دي فترتها من انا اجي انت مطموس يا انا كل مره الحكومه طلباني ادفع من جيبي فوق كم يا اخوي الزراعه دي زمان كانت بتدينا وتاكلنا وتشربنا وتقعدنا السنه كلها نحفر المطامير وحط الله نطلع العيش هسه بقينا ما في اي حاجه هسه بقينا ندفع من جيبنا عشان نتمها انا اغني يا اخي اشتغل لي شغله اتمها من جيبي الحكومه دي اصبر لها للثاني يا اخي اصبر لها يمكن عليك بالشراب ولا كده ده بدل صبر يا اخي ده بيصبر من يا اخي والله تدبشت انبشت انا تمشي تقعد لك في بيت عزابه أه. والله تشتهي النوم ده شهوة امي خلتني انا بعلي حواش ولا بعلي بيت أه. ما حلفت بدينا ما انا قالت اصلا بس يقعد كذي اصلا ما بتبيعي قلت لك يا محمد دقيقه يا ابراهيم محمد عندي معاك كلام تعال دقيقه كلام بتاع شنو؟ قلت لك الراجل ده غلبني الراجل ده اقنعوا لي وسوقوا معاك هاي. انا ماشي اظبط لك الحاجه كذي اكله اسكت خليها امشي اقنعوا امشي انا برضه لك تاب امشي اتفقت علي انت واختك؟ لا عين شوف اخوي شوف اخوي والله البلد دي والله الزراعه دي بقت ما بتجيب اي حاجه انت هسه الزراعه دي جايبه لك حاجه انا ما انت هسه ربحتها بس نزعلك السنه اللي فاتت ربحتها جبت العدسيه جبتها 18 شوال وينين؟ شفت ادوك لين؟ العدسيه ما ادوني لهم كلهم العدسيه انا ما مشارك فيها وفيها بس فيها ضريبه حقت هناك ضريبه مويه ربحتها ما ربحتها ما ربحت لكن طيب انت تشتغل تمرق بحقك يعني طيب ما كان تخلي قروشك في محله وما تزرع تكون قاعد مرتاح الجبرك شنو؟ المساله بقت عاده يعني المعنى كذي بقى ما زرعتها لا احنا عادي لبتين احنا نخليها والله بخرم لها عديل كذي بتقريف طيب انا اديك فكره أه. انا اديك فكره هاي انت خلي اولاد عمك ما شاء الله كثيرين اها
اجر لهم الحواشه وال لا 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 دي خيبه دي خيبه اسمعني اسمعني انا قاعد اجر لهم لا 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 انت ما قاعد نحن ما نعمل تيستا نحن نجرب تيستا وين؟ تيستا دي يعني معناها انا وانت نمرق من البلد دي نمش المدينه ناخذ لنا سنه نجرب حظنا ان بقى القناة نابعة ولقينا شغلة سمحة نواصل لقينا قروش ان بقى القناة شغلة مي نابعة وما في اي حاجة حواشاتنا قاعدة وردنا قاعدة وبيوتنا قاعدة نجي راجع لبيوتنا هزول هاي تم مضموط وانا دي فيها حاجة كده انا ما عملتها عملتها والله بجرب حظه عملتها والله بعت قصب سكر بعت قصب سكر شلته في راسي ده لحد ما انصلح انت ما مشيت براك لكن ما انت ما مشيت براك انا عندي ناس هناك اخوي عندنا ناس شغالين في السوق ناس الزمن ده هاي ان الناس شغالين في السوق ولا معي قروش والله انا الناس اللي عندي قدر سبيب شعرك ده طيب ما خلاص الحكايه لكن بيتزوقوا بيتزوقوا لا لا انا ناس ماشي بيت معاك يقول لك والله العظيم هاي هاي نحن ما من بيت مع زول نحن بناجر لنا بيت برا انا ما محتاجين ما محتاجين انا عندي بشنو انا عندي القروش انت ما عليك انا عندي ما قلت عسي امك حماتك تبيع اي حاجه يا اخي ما عندي قروش ثاني غير الوطا وليه تلت لما نزرع هنا قبلنا يا اخي ما مزرعه ما جابت نجرب حظنا في حاجه ثانيه نجرب حاجه في حاجه ثانيه يا اخي انا خليني يا اخوانا الزراعه دي بتجيب اخوانا اتكلم النصيحه الزراعه هي المصدر الاساسي للشعب السوداني كله ونحن والله بترولنا زي ما العالم عندها بترول نحن عندنا بترولنا الزراعه نيلنا من شماله لجنوبه كله بترول وارضينا نحن ذهب والله الحمد لله اولاد مزارعيه والان زارعين وبنجي الخرطوم عشان نطلع مصاريفنا ونرجع لحصادنا والمصاريف هناك ما في يعني والله طبعا المصاريف هي موجوده لكن الخرطوم دي زي ما بقولوا عليها الزول بيجي اول حاجه يرفه يغير جو وبعد ذاك كمان يشيل مصاريفه معاه جاي شغل هنا والله بنجي نشتغل وهسه الان انا قاعد اشتغل في السوق اذا انت بتشتغل هنا معناها انت الزراعه ما ادتك لا بالعكس الزراعة أدتنا لكن الزول البحر ما بيها بزيادة أنا مزارع وقد أكون أقدم مزارع في السودان نعم. يعني مش زراعة بالطريقة بتاعت مزارعين دي نعم. أنا من الناس اشتركوا فتح الزراعة الآلية في السودان نعم. من سمسم أقد المقينس هبيلة لين ارتكب نعم. الزراعة المطرية نعم. والزراعة المروية نعم. الليلة الكارثة نعم. هي مش في ديل ازرعوا ولا ديل رجوع خرطوم نعم. الكارثة في المدخلات الزراعية نعم. أنا آخر تراكتر اشتريته سنة 94 ب 300 ألف نعم. الليلة التراكتر ب 200 مليون جنيه نعم. المدخلات الزراعيه بكل انواع كارثه نعم ولو مشيت كل سجون السودان بتلقى 90% من المزارعين في السجون خلاص يبقى ما في زراعه وعرفنا كلام المراه اصدق من كلام الرجاله قبيل نعم ما في زراعه هو اعترف انه جاب 45 شوال وادوه 8 شوالات نعم. ده على المروي نعم. المطر اذا الفدان جاب 10 شوالات نعم. انت بتطلع مطلوب 14 شوال نعم. من البنك الزراعي نعم. يبقى ما في زراعه وزراعه انهارت أنا من الناس سلموا الزراعة للشركة العربية للاستثمار 200 ألف فدان نظيفة تزرع 20 ألف الشركة العربية للاستثمار بتزرع 20 ألف ما بالك المواطن السوداني يزرع شنو فيها 18 دولة عربية تزرع 20 و 30 ألف فدان يبقى ما في زراعة ونحن ما نغش نفسنا وأصدق دليل على ذلك شوال القمح بكم شوال البصل بكم شوال العيش بكم يبقى كلام نحن لما نتكلم عن الزراعة حقه بيل أول الناس تكلموا عن المدخلات الزراعية لأنه زراعة مدخلات مش أرض يقول عندنا الواطة عندنا الموية كلام ما عنده معنا المدخلات اللي بتزرع بها نحن عندنا أرض بتاع الزراعة نعم. وعندنا كل شيء وعندنا ناس مزارعين نعم. لكن الإمكانيات نعم. أي شيء بيتوقف على الإمكانيات نعم. والله الزراعة دي أنا بقول ما بنفضلها بأي حاجة لكن الشيء دار إمكانيات ما متوفر عليها حاجة ما متوفر عليها حاجة الناس يعني لو متجيف صح كده نحن والله الزراعة دي لو وقفنا فيها أي. أرضنا دي وقفنا تكفينا. فيها تكفينا تكفي خيرنا مش نحن انتوا طرقتوا موضوع يمكن يكون أهم وأخطر موضوع بهم أي إنسان في العالم وهو الزراعة لو ما الزراعة لما كانت الحياة نحن ربنا حبانا بأرض خضر شاسعة ممتدة وحبانا بنيل عظيم يفترض أنه نكون من أغنى الدول في العالم ويعني احنا كنا فعلا عندنا اكبر المشاريع انا من ابناء نهر النيل منطقه الزيداب من اول المشاريع الزراعيه اللي انشئت في السودان واهلنا وعمامي وكلهم والان المشروع والله عندنا حواشات هسه بقت اطلال كويس اصبح كلهم اولاد امامنا كلهم جو نتيجه للاهمال من الجهات المختصه
بالزراعة. يفترض إنه كل الدولة تقوم بواجباتها نحو الإنتاج وده نحن بدون إنتاج، وده خلى الدولار ينزل وخلى البلد تغلى لأنه نحن ما بنلتفت للإنتاج. وأهم حاجة ربنا أدانا لها هي الاهتمام بالزراعة، ولو اهتمينا بالزراعة والله هي حيترخص والرخاء يعوم والدولار ينزل ويكون عندنا منتجات نقدية. نحن كنا أهم دولة بتنتج الصمغ العربي، أهم دولة بتنتج القطن، نحن عندنا قطن طويلة الطيلة معروف بالعالم كله، وعندنا يعني وبناء على الزراعة كانت عندنا أكبر ثروة حيوانية في العالم كويس. وده كله هسه انتهى لأنه الاهتمام أصبح معدوم بالزراعة وبالمزارع. عشان كده المواطن المسكين ده كونه يجي عشان يزعى ورزقه رقمة عيشه، لو لقى كان فايدة في إنه يزرع ما كان خلى الزراعة بكل بساطة. يعني نحن مزارعين أولاد مزارعين، الجزيرة انتهى تعرفوه كلكم، فيهم مصانع فيهم محالج يعني ما تصدقها كلها انتهت. السكة حديد يقلعوها، ها سكة حديد تنتهي كده بنية تحتية بركات نواة كلها، كل القنافر كل عندك الحصحيسة، عندك من هو ده بركات مصانع ومحالج وكل الجزيرة بقت فكيف فيها الحمير كويس. انتهت مزورة الجهات المختصة خلاص، جون في طابت قالوا والآن يخرج مشروع جديد من النعاش ومن ديك نزل للآخر خلاص معك. وين مشروع جديد كله وينه؟ وين مشروع التورة التيلة وين؟ ها وين الأقطان اللي كان في 10 مخازن في السودان؟ نعم. وين مشهد؟ ها أستدي ولا حاجة، بقينا نحن قاعدين جينا هنا عشان نعيش.